mission au niveau de, dans le cadre de la récupération des, des archives de France. Ça remonte à 20 jours. Quelle est cette nouvelle avancée dans la récupération de nos archives de France? في هذا الموضوع في الجولة هذه الأخيرة كنا وقفنا على ما تم إقراره في اجتماع قسنطينة، فطلبنا من الفرنسيين أنه الشيء اللي اتفقنا عليه لازم نشوفوه بعينينا ونشوفوه أون ديتاي، نشوفوه هذه 2 مليون دو دوكيمون على واش تكلموا ونحددوهم كامل بار دوسي. فعلا نجحنا في ان الطرف الفرنسي قدم لنا ديتاي كبير على واش يتناولوا هاد لي 2 مليون اللي مدوهم واللي راهم نميرز. دونك احنا زدنا طلبنا انه ناخذ الوثيقه الاصليه ما نتنازلش على المرقمنه لان البحث ما هي كي تصنعهم ماذا بينا ما يزيدش يروح لفرنسا يعود يلقى الماده التاريخيه هنا في الجزائر، وهذا الشيء اللي صار. ثانيا ايضا طلبنا اننا نشوف ونراهم لي زارشيف اللي يتعلقوا بالجزائر من كل انواع، لي مانيسكري، لي زوبجي، بارك الله فيك، لي زار، اسكس. دونك مشينا زرنا 12 مؤسسة 12 مؤسسات بما فيها مؤسسة خاصة اللي هو لو بالي تاع لو ديك دون، يعني كي تدخل لهذا لو بالي من أكبر لي بالي في باريس، يعني في ضواحي باريس من أكبر القصور، لكن لما تدخل وتخرج منه تلقى روحك غير الجزائر. برسك المكتبة تاع الأمير عبد القادر ياخذوها من لازمالا اكسترا اكسترا كلها موجودة. ودير ديما دار تيستامون يقول باللي ممنوع يخرج منها أي كتاب، وهي فيها يعني نقول لك عشرات من مئات الآلاف تاع الكتب، ومعظمها لا بليبار هذه الكتب هذه هي خاصة بال 19 سيكل، يعني المتعلقة بالجزائر. مام ميديا ديزار ميديا إلى إكسترا. دونك كنا توصلنا والحمد لله. الآن اللجنة راها حطت يدها على وين كاين كل الحق نتاعنا اللي لازم نشوفوه، وهنا وهذه هي من المبادئ اللي اللجنه تاسست عليها ومن التعليمات تاع الرئاسيه تاع السيد الرئيس، وهو ان اللجنه لازم تجيب كل الارشيف تاعنا اللي راهو هيك، وهذا المبدا اللي الرئيس راه عليه، لان كل ارشيفنا لازم يدخل للجزائر. لانه علاش؟ احنا دينا الاستقلال صح، لكن الارشيف هذا يمثل السياده الجزائريه. هما الان واش داروا؟ قلبوا ان الارشيف تاع الميليتير سي ان ارشيف دو سوفرانتي. هذا السوفرانتي تاع من هو؟ تاع الظالم ولا تاع المظلوم؟ دونك احنا رانا في معركه تاع اعاده الامور الى حقائقها، وهو ارجاع هذا الارشيف اللي هو رمز السياده الجزائريه بكل ما فيه مادي وورقي. مفاوضات وي، لانك في المفاوضات ما تديرش اجندا، تتعرف هذه خاصه المفاوضات باش يكونوا موضوعيين. المفاوضات ماش اونتر بوليتيسيان، راي اونتر اكاديميسيان، راي اونتر اكاديميسيان.
وعلى بالك لي زاكاديميسيان كي يكونوا يتفاوضوا بالعلم بالحقائق هو ما يخبي عليه انا ما نخبي عليه بس كاين با دو ريزيستونس دو لا بار دو نو بوين سو فرونسيز نو لا بارتي فرونسيز اتوندي لا بارتي فرونسيز اي سون دي هادوم هادوم دي بروف دي يونيفرسيتي سون دي زاكاديميسيان دونك حنا نطرح السؤال في هذا الاطار هل هذا حقنا نقول لك وي حقنا دونك احنا لما يكون الاعتراف العلمي والاعتراف العلمي راه موجود الاعتراف العلمي هذا يرفع الى الرؤساء ولهذا ابري شاك رونكونتر يكون عند بيان البيان هذا نوقعوا انا على الجانب الجزائري ويوقعوا بنجامين صقر على الجانب المغربي ويرفع للرئيس انا متفائل مش كل امور واضحه انا متفائل وان شاء الله لانه علاه متفائل لان الاراده السياسيه الجزائريه موجوده وعطينا البلان بوفوار في هذا الملف هذا ولهذا احنا نحسوا روحنا رانا مسنودين سياسيا من السيد رئيس الجمهوريه في طرح هذا الموضوع بكل يعني كل موضوعيه وبكل علميه وافيك لا غروندور دو نوتر هيستوار فوالا احنا درنا تاريخ مجيد العالم كامل يتكلم عليه وحنا لما قدمنا الفرنسيين قدمنا الكرونولوجي الكرونولوجي اللي قدمناها فيها الكرونولوجي باس قدمنا لهم الكرونولوجي اللي فيها كامل لي كريم كي اون ايتي كومي كونتر لو بوبل الجزائريان دوبوي 1830 حتى 1934 لانه خدينا دو سيدي فرجاتيندو خدينا الجرائم العسكريه في الاحتلال العسكري فوالا.